عايزه اروح مع حضراتكم لواقعه. انا اول ما قريت الخبر انا الحقيقه بيني وبين نفسي كده قلت الكلمه او السلوجن اللي احنا بقالنا فتره بنقوله: مصر بتتغير. مصر بجد بتتغير. بقالنا سنين بنقول ايه؟ لا لختان الاناث وكل البرامج وكل وسائل الاعلام ويعني كل المجتمع المدني اشترك في ده، كل الاطراف الحقيقه اتكلمت قد ايه ختان الاناث مضر ومضر نفسيا وجسديا للفتاه، وانه يعني مش موجود في الدين، وشيوخ الدين والعلماء اتكلموا والاطباء اتكلموا وشرحوا خطورته حتى على المستوى الجسدي للفتاه. لكن يعني كل فتره والتانيه بنسمع انه في بنت توفاها الله لانه باباها ومامتها كانوا مودينها تعمل ختان، يعني عشان تعمل العملية. الحقيقة انك لما تسمع بقى عن واقعة هي اول واقعة تحدث في مصر، وكمان لما تبقى الواقعة دي في صعيد مصر لمكافحة ختان الاناث، انه مواطن مش مواطنة، اب راح حرر محضر في مركز شرطة الوقف في شمال قنا بيتهم فيها زوجته بختان ابنتيه عند طبيب، بالرغم من انه رفض ده قبلها وقال للأم ما تروحيش وأنا رافض إن إحنا نعمل ختان للبنتين. دي الحقيقة أو ده مشهد جديد يحسسك كده إنه الكلام اللي طول الوقت بيتقال وجهود الدولة الرسمية وجهود الإعلام الحقيقة يعني إنه ما بيروحش هدر في حاجات كتيرة جدا وبيجيب نتيجة. في مصدر أمني في مركز شرطة الوقف في قنا صرح لزملائنا في جريدة الوطن قال لهم إنه في مواطن عامل، يعني حتى كمان شوف إنه مش مثلا المواطن ده مهندس طبيب، يعني قصدي أقول مش مستوى اجتماعي مثلا عالي فعنده، لا عامل بسيط جدا، عامل بسيط جدا من الصعيد، من إخواتنا في الصعيد، مقيم في مركز الوقف في قنا، رفض قال لأم لا أنا مش هعمل ختان لبناتي. والحقيقة إنه راح لما هي عملت لهم الختان راح القسم عمل لها محضر اتهمها بمخالفة القانون واتهمها بإجراء عملية الختان لنجلتيها، واحدة عندها 12 سنة وبنوتة عندها 10 سنين دون رضاها، وطالب بتوقيع العقوبة القانونية على الأم. تعالوا ناخد هاتفيا الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. يا دكتور جمال أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة منى إزي حضرتك؟ يا أهلا بيك. الله يخليك. مش عارفة أنا متفائلة بزيادة أو ببالغ لما بقول إنه الخبر ده يخليني كده أقول مصر بتتغير، ولا ده شيء عادي إنه أب من الصعيد هو اللي يرفض ويروح يعمل محضر للأم عشان عملت ختان لبناته الاتنين؟ ويعني هل ده بجد بادرة أمل إن جهود الدولة وجهود المجتمع المدني وجهود الإعلام وجهود الأطباء اللي زي حضراتكم بجد بدأت تجيب نتيجة؟ لأنه الأب ده كمان بيقول لك إنه كان عايش في السعودية بيشتغل فترة، وهو هناك سأل علماء وسأل أطباء وسأل شيوخ دين من مصر ومن السعودية وقالوا له ختان الإناث غلط ومش موجود في الدين. رأي حضرتك إيه يا دكتور في هذه الواقعة؟ بص يا فندم، أولا ختان الإناث ليس له علاقة بالدين، وده كل المراجع الدينية أثبتت ذلك، وإن القصة كلها هي ثقافة مصرية قديمة. هذه الثقافة موجودة عند المسلمين وعند المسيحيين وليست مقصورة على دين معين، وبالتالي هي ثقافة موجودة. النهارده ان في راجل ابتدى انه يروح يشتكي للدكتور حتى لو كان ليه اسباب اخرى، يعني بنقول وراء السخبيه وراء الستاره من ضمن هذا البلاغ، ولكن مجرد ان هو عمل هذا البلاغ وتقدم للشرطه وتقدم هيتقدم للنيابه بهذا الموضوع، اذا احنا حققنا طفره في الفكر بتاع الصعيد بالذات، ان هو كانت اكبر مشاكل الختان عندنا في الصعيد. فبالتالي اعتقد ان لما نركز اعلاميا على هذه الجزئيه هنلاقي العشرات هتقدم على نفس الشيء، وفي ناس كتير هتتراجع انها تعمل ختان لبناتها. طب هنا يا دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال. هنا باعتبار حضرتك طبعا يعني خبير واستشاري في الطب النفسي، هنا سيكولوجيه الام ايه اللي هي يعني جوزها، يعني عاده السيدات في الريف وفي الصعيد لما بيروحوا يعملوا موضوع الختان ده للبنات بيروحوا رغبه لارضاء الزوج، فبيبقى الاب عمال يقول اعملي ختان للبنات استوري عليه استوريها ومش عارفه ايه، اللي هو الفكر القديم ده اللي احنا بقالنا سنين طويله بنحاول نحاربه ونكافحه. لما هنا الام يبقى ما عندهاش الدافع ده وزوجها هو اللي بيقول لها لا مش هعمل ختان لبناتي، ده غلط وده حرام وده مش موجود في الدين وده غلط عليهم جسديا ونفسيا وصحيا، وبرضه تاخد البنات وتعمل لهم ختان، هنا يا فندم يعني سيكولوجيتها او يعني ازاي ممكن نحلل موقف الام هنا؟ الفكره المتجمد هنا ده فكرها متجمد ثابت،
لا ترغب في أي تجديد للفكر بتاعها، لا ترغب في أي تجديد في حياتها المسيرية الحياتية بتاعتها، هي ماشية على نمطية معينة. يعني بنقول شخصية وسواسية شوية، إن هي عارفة إن أنا عملوا لي الختان وأنا صغيرة، يبقى لازم بنتي تتعملها ولازم أحفادي يتعمل لهم، وغالبا بتبقى والدتها وراها أو حد تاني وراها عمال يديها في ودانها نعمل ختان. والدليل على ذلك إن حتى البنات سنهم كبير، يعني إحنا دايما لما بنقول حتى لو أنت عايز تعمل ختان لعيل اعملوا بعض الولادة او بعد واحدة 12 سنة وواحدة 10 سنين، دي يعني كارثة، دي كارثة. دول عرايس يعني كام سنة وتبقى عروسة. تخيلي مدى الكارثة اللي فيها البنوتة دي، انها تقعد في عملية جراحية في دم بينزل منها في آلام الجراحة. وده احنا بقى بنشوف الكوارث بتاعتها بعد كده في العيادات عندنا، لما بيجوا لنا نتيجة ان هم رافضين استمرار الحياة الزوجية ورافضين بداية الحياة الزوجية اساسا، والزوج بيشتكي وهي بتشتكي خوفا من العملية الزوجية، ويبقى الراجل متجوزها دي شهرين ثلاثة مش عارف يقرب منها بسبب عمليات الختان بتعمل في سن كبير. يعني انت عملت لها كارثة او صدمة نفسية من عملية جنسية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تخيلوا الرعب اللي على البنت لما تبقى ناس بيكتفوها وناس بيمسكوا رجليها ويعملوا فيها هذا الفعل، يعني انا اسف انا اسميه فعل فاضح وليس عملية جراحية. والدكتور اللي احنا ناسينه اللي عمل العملية ده، مع ان النقابه مركزه ووزاره الصحه مركزه ممنوع اجراء مثل هذه العمليات، وانت يا سيد الطبيب عملتها برضه لمجرد الحصول على مكاسب بسيطه ماديه، ونسيت الكوارث اللي بتسببها البنت دي سواء عضويه او نفسيه. الاكتئاب اللي هتدخل فيه، والقلق اللي هتدخل فيه، والاحلام المزعجه اللي هتجي لها، والالام الشديده اللي هتصاحبها بعد كده، كل ده لمجرد الحصول على جنيهات بسيطه وارضاء ذاتك ان انت تشيل حاجه بيها بسيطه وتدمره انسانه ملهاش اي ذنب غير انها بنت الانسانه دي. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، وسعيده انه في وسط كلام حضرتك طبعا كطبيب ما نسيتش اهم حاجه انك تشرح برضو تاكد تاني يمكن للمره ما اعرفش الكام الحقيقه اللي نتكلم فيها عن الاثار النفسيه السيئه جدا والصعبه جدا للفتاه اللي بيحصل لها ختان، وفي اغلب الاحوال يعني ثلاث ارباع ان ما كانش اغلب الاحوال بعد زواج البنت اللي اتعمل لها ختان بشهر او اتنين او ثلاثه او اكتر او اقل غالبا بينتهي بها الحال، يا راجعه لمامتها وباباها متطلقه، يا اما عند عياده طبيب نفسي يعالجها لانه مش قادره تعيش حياتها بشكل طبيعي. عملنا معاها وعملنا فيها حاجه ضد الفطره الطبيعيه، ضد يعني ضد الفطره. ف يعني صعب، صعب جدا الحقيقه. اتمنى كمان فعلا الدكتور جمال قال حاجه مهمه، الخبر مش قايل انه الاب عمل محضر كمان في الطبيب، فاتمنى انه الاب كمان الحقيقه يعمل محضر في الطبيب اللي هي راحت له، اللي الام راحت له. وزي ما الدكتور جمال قال، بس يعني حتى بافتراض انه كان في حاجه تانية نفس الست كانت طالبه مصروف زياده من جوزها فراح، بافتراض ده، لكن هي الفكره نفسها انه اب مصري بسيط الحال ومن الصعيد يرفض ختان بناته. انا هنا بقول بجد مصر بتتغير واحده واحده ان شاء الله، في مفاهيم وحاجات بقالنا سنين بنحارب فيها بدانا اهو الحمد لله نحس انه في مردود ليها. لما نقول ان مصر بتتغير لازم نحسها في حاجات كتير مش في حاجة واحدة، ولازم نشوف كل الظواهر السلبية اللي عندنا ونتكلم فيها بمنتهى الصراحة مع بعض، ونقدمها للرأي العام ونقدمها للمسؤول عن هذه المشكلة أو هذه الأزمة، عشان نقول له في مشكلة هنا، في خطر هنا، أنا بعمل لحضرتك كمسؤول سبوت على النقطة دي لأن فيها خطر، خطر حقيقي.